أبرز الأخبار من المحور. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الإماراتية يسودها القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين، مضيفا أنها تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية أن التفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد النهيان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الإخوة والمودة والتوافق بين الشعبين، والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها. وهنا أقول إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما. وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. فالتعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح العلاقة الاستراتيجية بين مصر والإمارات تبلورت في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجا مبهرا للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية الإماراتية 50 عاما مصر والإمارات قلب واحد التي تنعقد تحت رعاية الرئيس السيسي. وأشاد رئيس الوزراء بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة. السيدات والسادة، في إطار الحديث عن الشراكات أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات والتي انعكست
زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابياً على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري. فعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولا سيما في الفترة الأخيرة من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة. وقد حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة الاستعداد الذي يتم لعقد قمة كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، بجانب توفر السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق وانتشار فيروس كورونا وتوافر اللقاحات والأمصال. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.